لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ورسلهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى حضرة شيخنا المرحوم شيخ زين بن عبد الغني وإلى أرواحي حجي سفر بن عبد الباري وإلى أرواح المرحومة حجة زينب بن حسن عبد الله وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. الله يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم.
درجانا الله يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغ لنا زوره يا ربي فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب رفقا ردت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب رفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا الله السلام عليك يا بالحق تعلق وبواره رات علق يبكي أسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبواره رات علق يبكي أسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرا يا محمد السلام عليك يا طيبة جئتك صعبة لرسول الله وحبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهاج محمد السلام عليك يا Yeah.
القادر نجينا بحبيب عليهما وعنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وضوى عليها علما وبسط لهم من ضائب المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المنان الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بانطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وبارك على آله.
nandure wong sumilir tak ijo royo royo tak sengguh ke manten anyar bocah angon bocah angon penek no blimbing kui lunyu lunyu penek no kanggo mbaso dada tiro dada tiro dada tiro kumitir beda ing pinggir tanda menong srumatana kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin
Oh, no.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى في عالم كرسيه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنهشر افراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثره ترداد. حيث ابرز من عالم الامكان صوره هذا الانسان، ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، فترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى، لاهدته العيون فيما جتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا، وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما ينجز عن وصف اللسان، ويهار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فمن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه.
الشجر علينا من زنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من زنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقض عن قدمه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراط هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفسيح العبارة بعيدة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بمناقض أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين غرب ونعت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وقعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية
فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Oh,
عليه وعلاني. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق هيبة قوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعترض الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا هو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشاره وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها قادت على نجم الصواب عناني وقد انبسط القلم في تدوين ما فاته العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك على آله. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشى من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته للعالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وساقك وسي إرشادك لأهل ودادك الله
سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخلص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين وحال الحقيقة وحكيم المودين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا طاعة في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جبيرة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تكابر المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وجاوزه وواله وظهره وعم ببركة شريه وشريجة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام بلا معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين والمقصدين المدينين وأغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين واقصد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحصن الحصين من جميع البلايا وبالحرد المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وإليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة